أبناء وبنات طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في تدريبات على نص البخيل والدجاجة. يقول الشاعر في السؤال الأول: كان البخيل عنده دجاجة تكفيه طول الدهر شر الحاجة، في كل يوم مرة تعطيه العجب، وهي تبيض بيضة من زعر. ألف ما مرادف شر الحاجة وجمع الدهر؟ شر الحاجة يعني شدة الاحتياج وجمع الدهر الدهور والأدهر. باء ماذا كان يملك البخيل؟ كان يملك دجاجة. ماذا كانت تعطي الدجاجة البخيل؟ كانت تعطيه العجب، هي كل يوم تبيض له بيضة من ذهب. السؤال الثاني: فقبض الدجاجة المسكين وكان في يمينه سكين، وشقها نصفين من غفلته، إذ هي كالدجاج في حضرته. ألف ما مرادف غفلته؟ عدم انتباهه. ومفرد الدجاج الدجاجة، وجمع سكين سكاكين، ومضاد يمينه شماله. ماذا فعل البخيل بالدجاجة؟ أن البخيل ذبحها وشقها نصفين. ما الجمال فيه؟ قبض الدجاجة المسكين، تعبير جميل يصور الدجاجة باللص المقبوض عليه. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.